معنا من تل أبيب الكاتب والباحث السياسي سيد جولان برهوم. أهلا بك سيد برهوم معنا على سكاي نيوز عربية. سيد برهوم، الآن اشتداد طبعا لوتيرة الاشتباكات أو القصف والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله في منطقة الشمال الإسرائيلي وجنوب لبنان. هناك زيارة لرئيس الوزراء نتنياهو لهذه القوات المتمركزة أيضا في أحد البلدات. إلى أين يتجه الموقف هناك خصوصا في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل باعتقادك؟ بداية تحياتي لك وللجميع وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. انظر، الحل هو بسيط، أنا أريد أن أحلل الأمور ببساطة. نحن لا نريد شبر واحد من أرض لبنان، ما عندنا أي نزاع أي خلاف مع الدولة اللبنانية، بل بالعكس نريد سلام ونريد أن نرى دولة لبنانية مستقلة هي تستحق لذلك. للأسف الشديد هذه الدولة يعني هي مسروقة من قبل منظمة إرهابية. قلنا أكثر من مرة، حضرنا، لا نريد، أنا أقول لك الآن على أساس معلومات عندي من وزارة الخارجية الناطقة باللغة العربية، لا نريد أي خلاف مع لبنان أو فتح جبهة جديدة. للأسف الشديد يتحدثون على التضامن مع المخربين، قصدي منظمة حماس، وللأسف الشديد كل هذا التعاطف، أنا لا أفهم هذا التعاطف. وبالتالي سيد برهوم، الذي هذا التضامن بالاختصار جملة، وبالتالي هذه الحدود، أنا يعني هذا الخطاب الإسرائيلي دائما نستمع له يعني، لكن هذه الحدود مع هذه الاشتباكات إلى أين تتجه؟ إذا اسمع، أشكرك أستاذي، فقط أقول بالاختصار بجملة واحدة، الدولة اللبنانية للأسف الشديد هذا التضامن يخدم ذراع إيرانية غير عربية أو لبنانية، هذا هو ببساطة، هذا هو التحليل البسيط. طيب، وهذا يؤسفني لصالح أهل لبنان. لكن سيد برهوم، الآن هناك اشتباكات حقيقية ممكن أن تتطور، المنطقة تنجر لأكثر من سيناريو، هل تعتقد سنصل إلى مثل هذه الأمور بين الجانب الإسرائيلي واللبناني على الحدود هذه بالذات؟ هذا متعلق، انظر، صح نحن نتحدث على جيش الدفاع الإسرائيلي وهو انتشر في الحدود وهناك قوات بشكل مكثف ولا تكون مفاجأة، وكان إخلاء مدنيين، يعني هناك نقاط إيجابية لصالح إسرائيل، أنا أتحدث عسكريا ولكن بالإضافة أنا أتحدث دوليا. التواجد الأمريكي، الوجود الأمريكي أولا حاملة الطائرات، لكن الدعم الدبلوماسي يمنع ذلك، ولكن للأسف الشديد نظام المرشد الأعلى هو يفكر بشكل ثاني، وهو يستطيع أن يضرر الوضع، ويريد عندما هو يريد أن يشعل الوضع، يعني الدخول البري. سيد برهوم، لا نريد فتح جبهة جديدة، ولكن الشرارة تبدأ، لا نعرف كيف هي تنتهي. لكن سيد برهوم، الآن أكثر من 4500 قتيل مدني في قطاع غزة، إسرائيل بدل أن توقف إطلاق النار هي ستذهب إلى اجتياح بري في قطاع غزة، ألن يشعل هذا الموقف بشكل أكبر؟ ضربني وبكى، غير أنت أستاذي الكريم، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. إذا تريد أن ننتقل إلى الموضوع في غزة، أنت تتجاهل، غير أنت شخصيا، لكن أنت تتجاهل، غير أنت شخصيا، لكن القناة بشكل عام، لكن هذا الموضوع بدأ منذ عقود سيد برهوم، مسألة حل الدولتين وإعطاء الحقوق الجانب الفلسطيني، هذا قبل ما حدث في يعني الأيام الماضية. أنا واضح لك بالصراحة وبالبساطة، أولا العملية البرية هي من أجل تصفية عصابة حماس غير أهل غزة. يعني إحنا قد انسحبنا من غزة، يعني وجهة نظر الإسرائيلية معروفة، انسحبنا من غزة، فككنا وخربنا بيوت، طهرنا غزة من أي وجود إسرائيلي على الأرض، فتحنا المعابر، شغلنا عمال، أعطينا كهرباء وطاقة وأكل وشرب، الحدود المصرية حمسوية مفتوحة
نحن نريد من بادر أو قاد على هذه المعركة وقرر على فتح معركة جديدة، هناك مصالح إيرانية. بالنسبة لحال الدولتين أستاذي، طيب دعني أشكرك هنا، لم يعد لدي مزيد من وقت، لكن أشكرك على الأفكار. من تل أبيب الكاتب والباحث السياسي جولان برهوم، شكرا لك.